يقول: من المشركين من يحتج بالقدر على الشرع فيقول: دعوت فلانا الولي أو دعوت الجيلاني أو البدوي فاستجيب لي، فما الجواب على ذلك؟ حصول الحاجة لا يدل على الجواز، تبتلى وتستدرج، فهذا من باب الاستدراج لك ومن باب الابتلاء والامتحان. وأيضا يقول العلماء: ربما أن هذا صادف وقت إجابة، أو أنك محتاج ومضطر، قضى الله حاجتك، ما هو علشان القبر، علشان أنك مضطر قضى الله حاجتك لأنك مضطر. فهذا ما يدل، حصول الحاجة تروا ما يدل على الجواز يا إخوان، لابد من دليل. هذا ما هو بدليل، هذا هذه شبهة باطلة. نعم.